أهلا بحضراتكم من جديد. هذه المرة نقاش حول الانتخابات المبكرة في بريطانيا. أطلقت الأحزاب السياسية هناك حملاتها بدءا من أمس استعدادا لثالث انتخابات تجرى خلال نحو 4 سنوات. من المقرر إجراء هذه الانتخابات التي ستكون في 12 ديسمبر المقبل، والتي تجرى للمرة الأولى منذ نحو 90 عاما أو يزيد في الشتاء وقبل بدء السنة الجديدة. قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون هي القضية المحورية التي ينظر إليها على أنها ستكون فاصلة في تلك الانتخابات، وسيكون الانتخابات تأثير كبير عليها، كما سيكون لها بذاتها وفق كثيرين تأثير شديد القوة على هذه الانتخابات بحكم طبيعة الآراء التي سيظهرها المترشحون والأحزاب الخاصة بهم، وتحديدا الحزبين الرئيسيين حزب العمال وحزب المحافظين. بوريس جونسون هو الذي كان يبحث ومنذ فترة ليست بالقصيرة عن إجراء انتخابات مبكرة، لكنه أخفق في أكثر من مناسبة في أن يؤمن أغلبية الثلثين داخل مجلس العموم البريطاني، لكنه أفلح في ذلك بعدما أظهر جيرمي كوربن زعيم حزب العمال موافقة على إجراء هذه الانتخابات. بعض أحزاب المعارضة كانت قد طرحت موعد 9 ديسمبر، لكن هذا الموعد لم يحظى بالقبول، ليؤكد الموعد من جديد 12 ديسمبر المقبل. على الهواء مباشرة تنضم إلينا الكاتبة الصحفية الأستاذة يسرى الشرقاوي، الكاتبة الصحفية بالأهرام، لتسلط الضوء معنا حول ملامح الانتخابات المبكرة المقبلة، وأي الحظوظ تبدو أوفر إذا كانت التقارير تتحدث. أستاذة يسرى، أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير، عن أن حزب المحافظين ربما يكون هو في الصدارة وبفارق تقريبا 10 نقاط كاملة وفق آخر إحصاءات الرأي التي تابعناها بالأمس. هل المسألة مضمونة بالنسبة لبوريس جونسون كما كانت تتصور تريزا ماي من قبل، ولا الأمور ستكون مختلفة هذه المرة؟ صباح الخير أولا على حضرتك وعلى متابعي سي بي سي أينما كان، وثانيا ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع ردا على سؤالك. حضرتك ذكرت أن بوريس جونسون زعيم المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا يتصدر استطلاعات الرأي بنسبة مئوية تصل إلى 10%، وفي بعض الاستطلاعات الأخرى أيضا تصل إلى 13%. حظوظه تعتبر هي الأقوى. أولا لقد تم يعني النيل من حقه أو إبخاس حقه مع بدايات تولي رئاسة وزراء بريطانيا، لكنه نجح في تحقيق ما كنا نظن أنه لن يتحقق خلال فترة وجيزة. يعني أولا أقنع الاتحاد الأوروبي على التفاوض، ثانيا خرج باتفاق جديد بعد أن كانت بروكسل تصر على أن لا اتفاق بعد اتفاق تريزا ماي، وثالثا وجدد المواجهات مع مجلس العموم. صحيح وكما ذكرت في مقدمتك طرح فكرة الانتخابات المبكرة عدة مرات وفشل في الحصول على تصويت إيجابي 3 مرات حتى نجح في المرة الرابعة، لكن أيضا يجب أن نتذكر أنه حصل على تصويت إيجابي لصالح اتفاقيته الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من المرة الأولى، تصويت إيجابي وإن كان مبدئي. كل هذا يمثل أو يجسد بوريس جونسون على أنه رجل الساعة القادر على فعل ما كنا نظن أنه مستحيل، يفاجئ الجميع من حين لآخر بأنه منجز وليس مجرد سياسي قد يتسم بسمات ترامبية، في إشارة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والذي أصبح هو مقياس الرؤساء حول العالم حاليا. ولما نقول سمات ترامبية هي جهورية في التصريحات، عمل عدم الالتزام بالبروتوكول السياسي في أغلب الأوقات، الالتزام بموقف يميني بالغ 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 التشدد. ف كل هذه حتى السمات الترامبية، لكن هو نجح نهاية الأمر في أن ينجز ما كان متوقف. فلازم أستاذ يسرى، هناك من يقول إن الرجل ربما ما كان يفتش الكثيرون في مناقبه وفي مزاياه كما استعرضت بعض جوانبها قبل قليل، لولا أن هناك معارضة مستأنسة وغير خشنة، معارضة هادئة للغاية لا تحمل برنامجا ولا مشروعا. حزب العمال يقولون أنه في أسوأ مراحله والحضور الكاريزمي يبدو ضعيف للغاية لجيرمي كوربن، والفرصة كانت ستكون مواتية لأي خصم شديد التمرس كان يمكن أن يتحين هذه الفرصة التي كان فيها حزب المحافظين. هل هذا رأي سديد أيضا، ولا فيه إبخاس حق لبوريس جونسون؟ صحيح سديد وليس بالسديد. علينا أن نرجع للتاريخ، علينا أن نرجع لانتخابات 2017. حضرتك كما ذكرت وأنا ذكرت أن نسبة تفوق بوريس جونسون وحزب المحافظين تتراوح ما بين 10 إلى 13%.
تريزا مي كانت تحظى بنسبة تفوق أعلى من هذه النسبة التي يحظى بها بوريس جونسون حاليا عام 2017، ومع ذلك وبشكل كده إعجازي نجح جيرمي كوربن وحزب العمال في أن يضيقوا الفجوة بينهم وبين تريزا مي وحزب المحافظين في 2017. وخرجت تريزا مي من انتخابات 2017 بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية وأنفقت أسابيع بحثا عن ائتلاف حاكم. إذن فالحسم الحسم وفكرة أن بوريس يعني أنا كان يمكن النقطة الأولانية أنه حقق ما لم نكن نتوقعه، لكن أيضا هذا ليس حكم مطلق، ممكن تحصل مفاجأة في آخر لحظة. حضرتك ذكرت أن المعارضة مستأنسة، صحيح هي ليست مستأنسة، تحاول المشاغبة، تحاول إثبات وجودها، لكن هي ليست قوية بالفعل. إذن ولما نقول المعارضة ما نقدرش نقول إن جيرمي كوربن وحزب العمال فقط تبقى الصورة ناقصة. نعم. جيرمي كوربن وحزب العمال متوقع أن يحقق يعني النتيجة الأساسية أو الفعل الأساسي في انتخابات 2019 ديسمبر 2019 لن يكون خارج المحافظين أو العمال، لكن أيهما لن يحقق الأغلبية الكاسحة التي تؤهله أن يشكل الحكومة منفرد، ما يعني أننا مجددا سنبحث عن الحزب صانع الملك أو الحزب الأصغر أو الأحزاب الصغرى التي ستتقاتل. من سيكون تقريبا محل الرهان أو موضع الرهان من قبل الأحزاب؟ إذا كنا نتحدث عن الحزب الاسكتلندي، عن الأيرلندي الوحدوي، عن الديمقراطيين الأحرار أو الديمقراطيين الليبراليين في إنجلترا، أي الأحزاب ربما يكون صاحب الحظوظ الأكبر لترجيح الكفة الوازنة؟ تمام، الليبرالي الديمقراطي طبعا. نعم. ولا ننسى ومجددا لا ننسى ونضع تحت كلمة لا ننسى ألف خط حزب البريكزيت للعائد من كواليس السياسية نايجل فارج. هذا الحزب حزب قوي استفاد بقوة من عجز الحزب المحافظين خلال السنوات الثلاثة الماضية، استفاد من التخبط في أنه يحقق شعبية ويرجع ويحقق مكاسب ضخمة خلال انتخابات البرلمانية، عفوا انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخرا. فهذا الحزب قوي جدا، وهذا الحزب أيضا سيستفيد مجددا من فشل بوريس جونسون وحزب المحافظين في الوفاء بالالتزام الأكبر، وهو سنخرج يوم 31 أكتوبر. لن يخرجوا 31 أكتوبر بعد أن تم رسميا منحهم تمديد للمرة الثالثة، تمديد المفاوضات للمرة الثالثة حتى نهاية يناير 2020. فحزب البريكزيت سيكون حاضر، وطبعا هو اجندته بالغه التطرف، وهي اتمام البريكزيت ايا كان الثمن، باتفاق بدون اتفاق لا يعنينا، يتم البريكزيت وبشكل فوري وحاسم. الليبراليين الديمقراطيين موقفهم ايضا متطرف، لكن على الجانب الثاني من قوس قزح زي ما بيقولوا، لان احنا بنتكلم عن انهم راغبين في الغاء فكره البريكزيت برمته، أو قد يكون طرحه لاستفتاء أو شيء من هذا القبيل. العمال بدأوا رغم أن جيرمي كوربن بدأ ياخد يعني هو من بداية قيادته لحزب العمال بياخد مواقف شديدة اليسارية أو أقصى اليسار زي ما بيقولوا، لكن هو طبعا أكيد مع عند الانتخابات يكرم المرء أو يهان، لازم أن يحصل تجهيز ولازم يحصل عملية. وفي هذه الجزئية أستاذ يسرى تحديدا مع حزب العمال، هناك من يرى أن الحزب بالفعل مرتبك للغاية، أن الحزب حتى اللحظات الأخيرة لم يكن يدرك في أي المسارات سيذهب إلى استفتاء ثاني مثلا أم لا، موافقة على الانتخابات المبكرة أم لا، يقبل بفكرة الخروج الخشن أم لا، يرفضها أم لا. والبعض يقول أن الحزب ربما أراد أن يناور حتى اللحظة الأخيرة ليلقي الحجر في المياه الراكدة كما يقولون في الأمتار الأخيرة قبل التصويت، ليوضح تصوره ورؤاه بشكل أكثر يقينية وحسما. إلى أي رؤى حضرتك تميل؟ تمام. أولا حزب العمال طبعا يعاني من حالة ارتباك شديد جدا، حصل انفصال لعدد كبير من نوابه عنه، أيضا تراجع شديد جدا خلال السنوات الأخيرة في تعداد أعضائه رسميا، دي أول نقطة. ثانيا جيرمي كوربن وزعامته عليها ألف تساؤل وتساؤل وألف حواليها ألف علامة استفهام، لكن الحزب يمر بما تمر به الأحزاب البريطانية كلها أو تحديدا الأحزاب الأساسية زي المحافظين مثلا، هي مسألة اختيارات وجودية. جيرمي كوربن عملية النوم يدخلوا في صراع داخلي من أجل إيجاد زعامة بديلة ستزيد الحزب ضعفا وانقساما ولن تقويه في هذه اللحظة التاريخية في تاريخ بريطانيا والعملية السياسية فيها.
ازاي ان هو ممكن يصمد جيرمي كوربن وحزب العمال امام المحافظين وامام باقي الاحزاب في اختبار الانتخابات المقبله في ديسمبر. هناك اولا فكره التغييرات في اللحظات الاخيره، عليه ان صحيح هو كان مرتبك، لكن عليه ان يكون ان يلتزم بموقف اكثر وضوحا اكثر حسما، البعد عن عمليات الموائمات الشديده، ودي برضو مساله فيها مجازفة بالنسبة لأي سياسي في وقت محتدم زي ده، لأن هو إذا اتجه نحو الوسط أو اقترب من اليمين قليلا حتى يرضي يحاول يكتسب ناخبي ومؤيدي أحزاب اليمين سيخسر قاعدته الانتخابية. متوقع أن يكون أجندة حزب العمال كالتالي: طبعا التركيز على فكرة البريكزيت إرضاء للشرعية الانتخابية لمن صوتوا في استفتاء يونيو عام 2016، هذا أولا. ثانيا التركيز على فكرة البريكزيت بالموائمة دون قطع العلاقات تماما مع الاتحاد الأوروبي، وهذا على أساس أن فكرة الخروج بلا اتفاق وأن فكرة الخروج وصفع الباب ورأنا في وجه أعضاء الاتحاد الأوروبي فكرة باتت مخيفة لجانب غير محدود من الرأي العام البريطاني. ثالثا الوقوف على التركيز على البنود الأساسية التي تمتاز بها الأجندة العمالية، مثال رسوم التعليم المدرسي والجامعي وأزمته من غلو وخلاف ذلك. ثانيا الضريبة، فرض ضرائب أكثر مرتفعة على أصحاب الدخول المرتفعة، وطبعا القضية المحورية بالنسبة لحزب العمال فكرة مدى صلاحية وفاعلية خدمات قطاع الرعاية الصحية. وحضرتك تتحدثي عن المحاور الرئيسية أو عن البرامج التي سيقدمها كل حزب، القضايا المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بمختلف تفصيلاتها، سواء ما كان منها مرتبط بالاتحاد الجمركي أم لا، مرتبط بالمراحل الزمنية التي سيستأهلها وصول هذا الاتفاق إلى مراحله الأخيرة، ما إذا كنا سنصل إلى طلاق بائن مع الاتحاد الأوروبي أم أن الباب سيبقى مواربا مثلا مع الاتحاد في بعض القضايا. هذا يجعلنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ربما تشكل استفتاء ثانيا وإن كان يعني مبطنا ولم يكن صريحا بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، نحن إزاء حالة من هذا النوع ولا لا؟ طبعا 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 استفتاء تاني، لان احنا بنتكلم عن احزاب كلها بقالها في اختبار سياسي واجتماعي بقالهم 3 أعوام ويزيد، احنا تجاوزنا يونيو 2019 فتجاوزنا 3 أعوام منذ استفتاء 2016. احنا دلوقتي بنتكلم مش هو استفتاء على البريكست، استفتاء على الرؤى المختلفة للتناول هذه القضية المزعجة أو المقلقة بالنسبة لأوروبا وبريطانيا، استفتاء على أيضا أداء النخبة السياسية. يعني حزب البريكزيت لنايجل فرج ليه حاز مقاعد أصوات نسبة من التصويت عالية جدا في 2000 في انتخابات الاتحاد البرلمان الأوروبي مؤخرا؟ لأن كان في عجز البرلمان الأوروبي مؤخرا، كان في حالة غضب شديد جدا من أداء النخبة السياسية حتى شديدي اليمينية منها. ماذا تفعلوا؟ يعني احنا الوقت بيمر، احنا في حالة تخبط، كلام كل يوم عن ان الحدود ستغلق والبضائع والمواد الغذائية ستتعفن ولن نحصل على أدوية والبحث العلمي سيتوقف. ما هي الرؤية للتعامل مع سيناريو يوم القيامة الخاص بالبريكزيت؟ سيناريو الهول اللي انتوا دايما الاعلام بيصدروا وتقارير مختلفة من خاصة المؤسسات المالية والاقتصادية بتصدروا. فطبعا هو استفتاء تاني على البريكزيت، واستفتاء تاني ايضا استفتاء جديد على اداء النخبة السياسية البريطانية، عملية غربلة وفي عملية زي ما يكون الناخب بيضرب السياسيين ببعضهم البعض عشان في النهاية يجبرهم اما على التجديد والوقوف بقامة مرتفعة توازي أهمية الحدث، وإما أن يخرج جديد من بين صفوفهم، وده بالفعل بدأ يحدث خلال الشهور الأخيرة. يعني عملية الانفصالات اللي حصلت في المحافظين في العمال وبعضهم خرجوا وألفوا تيار سياسي جديد، يعني عملية انشقاق وولادة وإعادة خلق للتشكيلات السياسية ومراكز القوى السياسية في المملكة المتحدة. هناك وفي كل انتخابات تقريبا تجري في بريطانيا قبلها، يعني يضع بعض البريطانيين او قطاع كبير من البريطانيين الوحدويين ايديهم فوق قلوبهم تحسبا لاي احتمالات لانفراط عقد المملكه
المتحدة. نيكولا ستيرجن في اسكتلندا، والاسكتلنديون بشكل عام يرون أنهم مغبونون في هذه الحسبة التي فيها قدر من الجور، ربما في قضايا عدة، ربما كان آخرها ما كان مرتبط بالخروج من الاتحاد الأوروبي. نحن أردنا أن نبقى داخل الاتحاد الأوروبي، ما شأننا وشأن القرار البريطاني في باقي الأقاليم والمقاطعات؟ أيرلندا الشمالية ربما ينظر إليها أيضا على أنها قد شكلت عقبة كأداء في طريق الخروج السوي مع الاتحاد الأوروبي. أمر من هذا أيضا هل سيكون مطروحا، لأن اسكتلندا تريد استفتاء ثانيا أيضا بشأن انفصالها عن المملكة المتحدة؟ أستاذة يسرى، أستاذة يسرى الشرقاوي، لا أعلم إذا كان الصوت يصل أم أن هناك مشكلة طرأت، سنحاول العمل على أي حال على تجاوزها. سنواصل بطبيعة الحال الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي هو محور من بين المحاور المطروحة وبشكل أساسي، وربما يكون المحور الأكثر وضوحا حول الانتخابات النيابية، الانتخابات العامة المبكرة التي تخوضها بريطانيا في 12 من ديسمبر المقبل. أستاذة يسرى كانت تتحدث عن خارطة الأحزاب والتحالفات المرتقبة، وإن كانت ربما كما تابع الكل فرص حزب المحافظين بحسب استطلاعات رأي كانت تمنح حزب المحافظين أفضلية بفارق 10 نقاط أو 10% عن حزب العمال، وإن كانت هذه الفجوة أو الهوة كما أشارت الأستاذة يسرى ليست مضمونة بأي شكل من الأشكال، لأن هذا هو ذات الرهان الذي ذهبت إليه تريزا ماي لتحصد أغلبية مريحة، لكنها أخفقت في ذلك في عام 2016 واضطرت اضطرارا لكي تذهب لإقامة تحالفات ضيقة لتأمين هذه الأغلبية التي تشكلها، التي تسمح لها بتشكيل هذه الحكومة. كان لها ذلك مع الحزب الأيرلندي الشمالي الذي أقامت معه هذا التحالف، ومن بعد ذلك طرحت القضايا المختلفة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت مفاوضات شاقة في جوانب كبيرة منها ومعقدة في أغلبها، لتتعثر بعد ذلك مسيرة تريزا ماي في علاقتها مع مجلس العموم وفي سهولة تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لثلاث مرات تحاول ثم تفشل في تمرير هذا الاتفاق الذي كانت قد توصلت إليه في مقر الإقامة الصيفي، وبعد ذلك ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي لتنال الموافقة، لكنها أخفقت في أن تقنع مجلس العموم البريطاني، ما أفضى في النهاية إلى تقديم استقالتها، ما عد بحسب الكثيرين انتهاء كاملا لمسيرتها السياسية التي كانت تمني فيها نفسها بأن تصبح أيقونة لبريطانيا ورمزا تاريخيا في مرحلة دقيقة، بأن تعيد مارغريت تاتشر من جديد، لكنها أخفقت في ذلك وانقض عليها الخصم بوريس جونسون الذي كان يرى أنه الأحق برئاسة الحكومة من تريزا ماي والأحق بزعامة حزب المحافظين قبل ذلك. بوريس جونسون الذي وكما أشارت الأستاذة يسرى الشرقاوي قدم ما قال هو بنفسه أنه قدم ما لم يكن متوقعا، الوصول إلى اتفاق فضلا عن الوصول إلى تفاهمات حول الباكستوب أو شبكة الأمان الأوروبية. عادت إلينا الأستاذة يسرى الشرقاوي وسأعيد عليها طرح السؤال مجددا بعد أن أرحب بها من جديد. أستاذة يسرى، كثيرون من البريطانيون الوحدويون تحديدا يرون أن هناك خطر حقيقي أصبح يهدد وحدة المملكة المتحدة وأقاليمها المختلفة. اسكتلندا ونيكولا ستيرجن لها طرح قديم فيما يتعلق باستفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة، وخيار الاسكتلنديين كان البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الانتخابات أيضا هل يمكن أن تثير أمرا من هذا النوع؟ صحيح، نعم ممكن أن تثير أمرا من هذا وستثير، ودوما سيكون هناك هذه قضية قائمة، فكرة كيان عملاق زي المملكة المتحدة بائتلافاته المختلفة وأقاليمه المختلفة وفكرة التنافر في وجهات النظر. وعلى فكرة موقف الأقاليم زي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية هي من العوامل الموجهة الأساسية إلى مساعي الوصول إلى اتفاق وليس الخروج بدون اتفاق، لأن هذه الأقاليم كما حضرتك تفضلت وذكرت وكما نعلم أنها صوتت لصالح البقاء، أنها صوتت لصالح البقاء وأنها ستكون من الأكثر تضررا إذا ما انغلقت المملكة بريطانيا على نفسها وانفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. فهذا التهديد سيبقى دوما وابدا، بل انه يعني نقدر نقول انه بيتذبذب ارتفاعا زي في وقت زي مثل ما نعيشه هذه الايام من ازمه وعدم وضوح لمستقبل المملكه المتحده في اعقاب البريكزيت، او ينخفض في فترات تانية.
المزاج العام للبريطانيين أستاذة يسرى إلى أين يذهب؟ لأن هناك من يقول أن الدفع باتجاه إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكأن المسألة كانت مضمونة، إجراء استفتاء ثاني يعني رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما كانت استطلاعات الرأي في أغلبها تقول أن البريطانيين أصابهم الضجر والضيق وأصبحوا يريدون الخروج اليوم لا الخروج غدا، يريدون الخروج حتى وإن كان ذلك من دون اتفاق اتساقا مع أهل الخروج الخشن. ماذا عن المزاج العام للبريطانيين وقد دفعوا نحو انتخابات مبكرة؟ تمام. أولا البريطانيين في تيارين أساسيين، تيار غاضب من حالة التشتت وحالة الفوضى التي يعيشها المشهد البريطاني منذ 3 أعوام ويزيد الآن. ثانيا لازم ولما نقول ان في حاله غضب وتشتت لا نفترض ابدا او لا نقفز للافتراض انه سيتم الحسم ايا كان الامر وسيتم التصويت مثلا الى صالح الاحزاب التي ترجح فكره بريكزيت، التراجع عن البريكزيت مثلا، لان هناك تيار ايضا ثاني في الشارع البريطاني، تيار غاضب ومتوجس يخشى من فكره، يعني يرى كل ما يحدث حاليا ويرى من فكره التفاوض المستمر والفشل والتصويت انها ما يشبه المؤامره للنيل من ارادته الانتخابيه عندما صوت بنعم للخروج من الاتحاد الاوروبي، ويرى ان شخص زي بوريس جونسون مثلا يسعى جاهدا الى تنفيذ اراده الشعب البريطاني الذي صوت ب 52% يونيو 2016 لصالح الخروج، لكن في عناصر وأطراف خارجية وداخلية تنال من هذه الجهود التي يبذلها جونسون. فالشارع البريطاني منقسم، رأي العام البريطاني منقسم، كما الأحزاب البريطانية منقسمة، كما النخبة السياسية منقسمة، كما حتى قيادات الأوروبية. احنا شفنا فرنسا كانت هي آخر من يعني استجابت إلى فكرة التمديد وكانت يعني منفصلة عن فكرة، كان عندها رأي يمكن أكثر حدة وأكثر غضبا ونفورا من استمرار دراما البريكزيت. فالرأي العام في قلق وفي أيضا تربص وفي انقسامات مختلفة ستتضح بقوة خلال عملية التصويت في 12 ديسمبر المقبل. البعض كان يقول إن السبب الرئيسي تقريبا في رفض حزب العمال لمسألة إجراء الانتخابات المبكرة كانت الخشية من أن الحزب لم يعد له ذات النفوذ والأرضية لا تبدو أنها صلبة بما يكفي التي يقف عليها حزب العمال، و هاجس شخصي لدى جيرمي كوربن كما يقولون من أن الرجل إن خسر هذه الانتخابات فهذا يعني انتهاء كاملا تقريبا للمسيرة السياسية لجيرمي كوربن. هذه الهواجس كانت في محلها، وإذا كانت صحيحة فهل لحزب العمال فقط أم لأحزاب طبعاً مختلفة؟ طبعا طبعا، يعني حزب العمال من يعني نقدر نقول من الأسوأ حالا شوية، لأن هو حزب المعارضة الرئيسي، هو الأكبر، يعني احنا دايما بنقول ما بين المحافظين والعمال الكرة يعني بتدور دوائرها، لكن فحزب بهذا الثقل كان يفترض ان يكون ليه رؤية قوية جدا، واللي بيحصل حاليا في بريطانيا هي أزمة لكنها ايضا فرصة. اي سياسي او اي شخص يتعرض الى ضغوط شديدة عليه اما ان ينسحب واما ان يواجه بقوة، وعندما يواجه بقوة ويقدر يثبت وجهة نظر وقدرته وإيجاد حل للخروج بالبلاد من أزمتها وتقبطها، هنا بتبقى الجائزة الكبرى بالنسبة لي. لكن المشكلة إن العمال ما نقدرش ينجح إن هو يقدم رؤية واضحة حاسمة واضحة المعالم ممكن أن تخرج بالبلاد من هذه الأزمة. جيرمي كوربن فضل يعني في حالة تخبط عملية الانقسامات والانفصال اللي احنا ذكرناها مسبقا في صفوف العمال، كان بعضها بسبب إنهم كانوا عايزين جيرمي كوربن يتبنى فكرة استفتاء تاني. عمدة لندن مؤخرا أيضا طالب القيادة العمالية، وهو عمالي طبعا، طالب القيادة العمالية بالتبني الرسمي لخيار الاستفتاء الثاني. حزب العمال قلق جدا من خوض الانتخابات، لكن الآن السيف أصبح على رقاب الجميع. جيرمي كوربن فرصه في أنه يكون ليس هو يعني السياسي المفضل جدا حتى مع يساريته المشددة، فطبعا حزب العمال عنده مشكلة كبيرة جدا خلال هذه الانتخابات المقبلة. ولكن مرة تانية من الآن من 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 الآن من نهايات أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر قد تنقلب الأحوال في الخرائط، وقد يزيد نسبة مئوية هنا أو تنقص نسبة مئوية هناك، فيكون الفوز ولو بهامش ضعيف جدا لصالح العمال. لكن مرة ثانية
جرى مع تريزا مي كما اشرت، حتى تحققت المعجزه وفاز جيرمي كوربن لن تكون له الاغلبيه داخل العموم. شكرا جزيلا لك الاستاذه يسرى الشرقاوي الكاتبه الصحفيه في الاهرام التي انضمت الينا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لك. الآن سنذهب وكالمعتاد لقراءة صحفية حول أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية والعالمية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات التي دفع الجميع إليها في 12 ديسمبر المقبل.